السلام، كي دايرين؟ بخير، صحه لاباس، كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. وبما ان اليوم بغيت نقدم لكم واحد الشهيوات هي عندنا معروفه وبلديه وبالخصوص كنديروها في عيد الكبير، فانا قررت اليوم الدار توحشوها. وداكشي واخا الدراري الاغلبيه الدراري الصغار ما تيبغيوش ياكلوها، ولكن حنا راه كنتوحشوها، الاغلبيه تياكلها بصراحه، وهي تقليه. تقليه على حقها وطريقها، تصاوبتها اليوم الامور، فكنطيبها بالحماص او لا ممكن نديروها باللفت. اليوم درتها بالبيضه صغيره بما انها موجوده وزوينه، طيبتها بها اليوم ولا خضرت بها البيضه صغيره في الطنجره ديال الطين. هذه عندي انا يا صديقتي يعني مقربه، وانتم راه باقا نديرها اللي كات كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للدراري شنو صاوبت لهم؟ صاوبت لهم باستيشيو باش تعجبهم. المهم انا كنقولها باستيشيو ولكن هي هلال الليبيه الناس كنصور. وفي نفس الوقت مصاوبه باستيشيو للدراري الصغار، لان ما يمكنش ما تياكلوش التقليه، وهذا حنا دايرين شيوه داكشي اش بقى لابسه ليكات. يلا حيت باستيشيو من افراير، هذيك لا عمرها دار بصراحه، الحمد لله الله اكبر عليها، ما نقولش عليها لاننا فعانه بزاف الصراحه، لا في الفطور لا في كسكروت لا في الغداء، تتكون شي حاجه دغيا خاصنا نحمروها اولا نوجدوها بحال هكا خفيف ظريف، ماشي تخيل تخيل تخيل. هيا باستيشيو هي وجدات، غتشوفوا الفيديو معايا كامل ان شاء الله. بغيت نشاركها معكم حتى هي لان كيحماقوا عليها الوليدات. وباستيشيو بطبيعه الحال كاين انواع واشكال ممكن نديروها، انا خاصني كاين الليكات الله يجعل البركه باش نحط التقليه ديالنا. و تنتمنى ان ايوا نمشيو نحطوا الماكله ديالنا، نمشيو نحطوا الشهيوه ديالنا. راه وجد التقليه راه وجدات طايبه، جات زبده في الطياب نحطوها، راهم الدار صافي راه جاهم الجوع وما يصبروا. بالنسبه للتقليه اولا الكرشه اللي غنطيبوا اليوم، غنميه كناخذوها كنغسلوها مزيان كنحكوها مزيان صافي، كنخليوها تستقطر، كنقطعها طريفات، كنديرها في الكوكوط معها رويصه ديال الثومه باش نخليها تشحر باش الماء اللي باقي فيها يطلق ونحيدوه صافي. كناخذوا بصله ما تكون كبيره ما صغيره، كنطقطقوها مزيان، كندوزو نطلعوا على التقليه ديالنا، كنشوفوا بدات الدلمه اللي فيها كيطلق كما كتشوفوا معايا، وكنخليوه ينشف ومعها رويصه الثومه كما كتشوفوا. من بعد تنديروها في شبيكه كتستقطر مزيان داك الماء اللي خرج منها، كنديرها في الطنجره ديالنا، كندير عليها العطريه مليحه، الخرقوم، شويه تحميره، قزبر حبوب مطحون كما كتشوفوا معايا، وشويه البزار كما قلنا مليحه، شويه تحميره، قزبر حبوب مطحون، شويه الكمون والخرقوم وزويته بلديه. وكنبقاو نشحروها شويه غير شويه ماشي بزاف، تقليه مع العطريه مزيان باش تدخلها مزيان، عاد تنديروا عليها البصله اللي شلضنا صافي. تنقليوها حتى هي معاها مع التقليه ديالنا اولا الكرشه، كل ما خليناها تقلى كتجي بنينه بصراحه. صافي كنحاول هنايا نقلي شويه البصله حتى هي، كنكونوا مجدين الماء مغلي مزيان وكنمرقوا به صافي. كنغطيو عليها، كنقص البوطه وكنخليوها طيب على الخاطر فوق المجمره، ما كنقصوا والو، كطيب على خاطرها. والبوطه كنحاولوا نقصوا البوطه ديما باش نخليوها طيب، وكطيب على خاطرها وكتجي داخلها الطياب مزيان، سواء اللحم اولا الدجاج اولا التقليه ديما الا درناها في الطنجره بحال هكا غنخليو ماشي كوكوط غنسدو عليها، ديما نقصوا البوطه. هنا التقليه ديالنا قلبناها لقيناها دخلها طياب مزيان، كنديروا البطيطه ديالنا صغيره قسمتها على جوج لان ما صغيراش بزاف، كنديروا ربيطه القزبر طقطقتو مزيان، وواحد رويصه ديال الثومه حكيتهم حتى هما زدتهم، وزدت عليها معلقه كبيره ديال المطيشه معجونه خلطتها بشويه ديال الماء مغلي صافي. وكنخلي هذيك البطيطه طيب حتى هي غير البوطه بطبيعه الحال مهيده مهيله مخدمه عليها حتى كطيب لينا البطيطه، كيدخلها طيب مزيان وكتشحر لينا، وهالمريقه كي جات راه ما نقولش لكم راه ما تشبعوش منها صراحه. هذه شهيوه ديال البرد كتجي لذيذه ومشحره، وجربوا هذه الشهيوه اولا كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. وندوزوا للشهيوه الثانيه،
هذه اللي وجدت الوليدات واخا هذا الشيء، وهذه راه كياكلوها الكبار والصغار في الصراحه. هنا كناخذ بصله كنشلطها، كناخذ مقيله، كنديروا شاورما ديال صدر الدجاج تنديروه في المقيله، كنديروه عليه زويته بلديه الثومه كنشحروا شويه معاه، عاد تنضيف ليها البصله اللي شلطتها كما كتشوفوا معايا. هادشي وهادي غنديروها الغداء اولا العشاء وكتجي خطيره. واللي متوفر عندنا في البيت ماشي ضروري نكلفوا راسنا. صافي هنا بالنسبه للعطريه كنديروا شويه الخرقوم، شويه المليحه، شويه التحميره، البزار، سكينجبير، وقصبر حبوب مطحون حتى هو كنديرو. صافي تنبقاو نشحروا في داك الصدر ديال الدجاج شاورما مع البصله اللي درناها، هو تشحر شوفوا كيفاش يجي. طبعا الحال ما ننساش باش ما ننساش ليكم رويز ديال الثومه محكوك ضروري نديرو توا معاها المقيله، ما عرفتش واش قلتها لكم، المهم نعاود نقولها لكم الا قلتها. هنا عندنا جوج معالق كبار ديال الزبده، ثلاثه المعلقات ديال الطحين الابيض، كنوره تلبنه اولا ضامه تلبنه، انا كندير ديال الغنمي، تنزيد عليه شويه ديال الكوزه وشويه ديال البزار. صافي وكنقلي ديك الزبيده مع الطحين والعطريه، كنحركو مزيان باش ما يتعجنوش لينا اولا يلصقوا. عاد تنزيد عليهم الحليب، عاتي كتجي هاد البيشاميل كتجي لذيذه، ماشي كنشكر حيت انا كنديرها ولكن راه كتجي بنينه. وممكن تزيدوا فرماج محكوك يا موتزاريلا يا فرماج احمر. صافي كنوجدوا لي بلا ديالنا ديال باستيشيو للوليدات كما قلت لكم الكبير والصغير. كنديروا البيشاميل هي الاولى، كنديروا طريفات ديال الصدر اللي شحرناهم اولا الشاورما ديال الصدر ديال الدجاج، كديروهم كما بغيتوا تحطوهم كيف ما بغيتوا في لي بلا ديالنا اولا المول صغيورين. انا كيعجبوني هادو ديال الطين. نديرو بطيطه فريت، نديرو البيشاميل من فوق عاوتاني اولا الفخوماج، تنبقاو غاديين هكاك طبقه فوق طبقه. صافي كيوجد لينا كما كتشوفوا، عتي راه ما تشبعوش منه. طبيعة الحال فرماج يكون عندنا غابي اولا فرماج محكوك بفرماج حمار اولا موتزاريلا ممكن نضيفوه لانه هو اللي كيجي معها خطير، ولكن انا اللي كما قلت لكم اللي موجود عندي هو اللي درته في الدار، ماشي ضروري نكلفو راسنا. وتا هاد فرماج مربع حتى هو تيجي زوين، تيجي لذيذ ماشي غير زوين بصراحه. هو اللي متوفر عندي كاين في الدار دابا، قلت علاش لا نديرو هو، وفي الصراحه جا خطير في اللذه حتى هو جا بنين. صافي كنديروا البيشاميل كما كتشوفوا من الفوق، بطاطا فريت ملي كنساليو كنديروا البيشاميل، كنديروا فوقها الفرماج. صافي وكندوز نديروا في اير فاير. في الصراحه هاد المقلات الهوائيه خطيره خطيره، وزعما تبارك الله عليها لاننا فعانيه، مش انا غير انا غادي نحضها غادي نقفرها، غير انا نقوس عليها. صراحه نافعاني بزاف الحوايج، هي ما كنطيبوش طياب ثقيل، يعني ما يمكنش كاين شي ماكله ما يمكنش تطيب فيها اولا ما كتعطيهاش طياب مزيان، ولكن راه كطيب كتجي خطيره ولذيذه، كتنفعنا في الصراحه في الفطور في الغداء في العشاء. هنا ما نسيتكمش واحد فليفله حاره عجبتني في السويقه، عيني مشاو معاها، قلت لهم اه هذه كيفاش، هذه بحال فلفله حلوه ها نتوما كما كتشوفوا، غير كاين اللي فيها صغير ورسيوت كاين اللي فيها مايان، قالوا لي هذه راه نيوره وحاره، قلت لهم هي اللي ما تعاودش، خديت منها كويلو كما كتشوفوا، كيلو كيلو ماشي كويلو، خديتها وغسلتها مزيان ونقيتها ودرتها في ميها دافيه غير دافيه، وحيدتها عاوتاني. القريعه بطبيعه الحال عقبناها ضروري كنديروها في الماء، يلا كيبدا يغلي كنحيد القريعات. صافي كما كتشوفوا كنحيد ليها العويدات اللي كيكونوا فيها، كنرشمها بالموس، كلهم كندوز عليهم رشيمات، كنعمروا القريعات ديالنا، كندير ويسات ديال الثومه بالقشره ديالهم، وبغيتو تحيدوها حيدوها، انا كنديرها بالقشره ديالها الثومه، وكندير ورقه ديال الغار. صافي كنعمرها بزويته بلديه وكنسد عليها لا غير،
احنا كنعمروا ديك القريعه مزيان باش ما يبقاش الهواء بينات بين الفلفله كدور. كما كتشوفوا كتجي خطيره بعدا في المنظر جات خطيره، ولا يعني في البنه راه باينه كتجي لذيذه، وبالخصوص بالزويته البلديه راه هذيك زويته بلديه بعدا راه ما كتضيعش. علاش؟ لحقاش نقدروا نقليو بها البيض، نقدروا نطيبوا بها، نقدروا نديروها فوق البصاره ملي كنحطوها. عرفتي شحال من حاجه نقدروا نستغلوا هذيك زويته بلديه، وكتجي بنينه للدفئه ديال الفلفله، وخطيره في الحار خطيره. وما تنساوش الاشتراك الا كان ممكن، وبطبيعه الحال التعليقات ديالكم هي مهمه دائما دائما عندي. وبطبيعه الحال عجبكم الفيديو يمكن ديروا لي واحد لايك.